كاهنا للرب القدوس تدرأ الأضرار ترشد النفوس أيها الأب الوديع نيقولاوس من بالتواضع نلتمشت السماء هيا مغيث المحتاج والسقما فاطرع للمسيح مخلص العالم الجريح أن ينحنى السكن في الفردوس. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. طبعا بناء على رغبتكم زي ما حكى لي أبونا المرة الماضية فرح نبدأ بسفر التكوين إصحاح إصحاح، ولكن خلينا اليوم هلأ في هاي الفترة نأخذ شوية مقدمة برضو عن الإصحاح الأولاني من سفر التكوين. الإصحاح الأول من سفر التكوين بيأكد لنا على حقيقة جوهرية، وهي إنه الله خالق إيش؟ السماوات والأرض. فبالتالي موسى بإلهام الروح القدس لما كتب لنا في البدء خلق الله، هنا بدي يفرجينا بأنه ما في خالق غير الرب الإله. يعني كل الأساطير الوثنية اللي كانت في عصر موسى واللي بتتكلم عن الخلق، زي لما يحكوا مثلا مردوخ خلق إله الفلاني والإله الفلاني خلق الأرض والإله الفلاني خلق الأشياء الفلانية، هنا بيأكد على إنه ما فيش خالق لهذا الكون إلا مين؟ الله. فلذلك هذا الإصحاح بالذات بيركز على قديش ربنا هو العامل في الخليقة، وهو بكلمته كان يقول للشيء أن يكون فيكون بالفعل. بنشوف بأنه بسفر التكوين في ترابط ما بين الأيام. فاليوم الأول ربنا خلق فيه النور والظلام، وبنشوف باليوم الرابع إنه الله خلق إيش؟ النورين العظيمين. بنشوف إنه باليوم الثاني اتكلم عن خلق الجلد والمياه وإلى آخره، وبنشوف هذا رح نشوفه كيف مترابط مع اليوم الخامس. بنشوف باليوم الثالث مترابط مع اليوم السادس. فإذا منلاحظ هون الترابط العظيم ما بين الأيام الخلق الست. طبعا نحن بتفسيرنا ما رح نفوت للعلوم، لأنه حكينا بالمرات الماضية بأنه الكتاب المقدس هو ليس كتاب علوم ولا هو كتاب جيولوجيا. ونحن، وهنا بدي أكد على حقيقة مهمة، بأنه نحن ما دمنا نؤمن بالكتاب المقدس أنه هو كلام الله، فنؤمن بأنه هو بيعطينا حقيقة، يعني مش بيعطينا نظريات وإلى آخره. ليش أنا بقول هذا الكلام؟ لأنه في بعض الناس بيقولنا أنه الخلق أسطورة. الخلق إيش؟ أسطورة. وبالتالي موسى أراد أن يوصل من خلال هاي الميثولوجيا بأنه الله هو خالق الكل، ولكن كل هذا الكلام اللي مكتوب قدامنا هو أسطورة. ناس ثانيين بيقول أنه الله خلق، وهي نظريات العلمية اللي هم الثيست، بيقولوا أنه الله خلق الكون ولكن ترك كل شيء يتطور لحاله. يعني ربنا خلق السماوات والأرض، ولكن بقية ما حصل في سفر التكوين هو تطور وربنا ما له دخل فيه. وكأنه هنا بيحكي لنا بأنه الله كان لعمل معين، لعمل محدد، وبعدين الله بطل له لازمة لأنه الكون صار يتطور من تلقاء نفسه.
فهي أيضا نظرية خاطئة لأنها بتلغي عمل الله في الخليقة. وإحنا المرة الماضية حكينا بأنه وجود الفواصل والنقاط في الأصل العبري بيأكد لنا على أنه قديش الله هو العامل في الخليقة، وهو كان يحكي كن فيكون. في نظرية ثالث بتقول أنه الكون أزلي، يعني المادة هي أزلية، وبالتالي الكون هو الله. فعلشان هيك في نظرية الحلولية بقول لك أنه نحن نذوب في الله. من هو هذا الإله؟ هو هذه الطبيعة، وهو هذا الكون. وبالتالي هنا بإيش بفرجينا؟ بفرجينا أنه المادة غير محدود. ولكن لما إجا بعتقد ألبرت أينشتاين وأكد بأنه المادة غير أزلية، أكدها من خلال إشي بسيط، بأنه لاحظ أنه في مادة بتتطور عن مادة، وبالتالي كونه إشي بتطور عن إشي، إذن لابد من هذا الأصل أن يكون له علة وجود. يعني لابد أن يكون في سبب لوجود هذا الأصل، لأنه طالما هو بتطور إذن هو مش أزل. وبالتالي هذا ما كتبه أيضا القديس باسيليوس الكبير في كتابه الأيام الخلق الستة الهيمكس كروم، لما تكلم عن أزلية الكون أنه هذا ضد الخلق وضد الله، لأن المادة هي غير أزلية إنما هي خلقت من العدم. فبالتالي كل هاي النظريات وغيرها الكثير وحتى نظرية التطور تتعارض مع ما هو موجود في الكتاب المقدس، وإن حاول البعض بأنه يحاول أنه يربطها في الكتاب. لذلك أحبائي بدنا نفهم شغلة، أن العلم هو من يأخذ من الكتاب، وليس الكتاب هو الذي يخضع للعلم. الشغل الثاني بأنه أنا أي نظرية بدي أسمعها، سواء في نظرية التطور والإيفولوشن ثيوري، واللي داروين بيقول لك أصلنا قرود وأصلنا إحنا من قرد عبارة عن مخلوق ضخم وإلى آخره، أنا بدي أسمع هاي النظرية وأشوف بأنه قديش هي نظرية بتحاول بأنها تهدم فكرنا عن أنه في خالق وهو الله. فلذلك نحن لما ننظر لسفر التكوين وبالتالي للأيام الخلق الستة، نحن مننظر لها بشكل حرفي، أنه عندنا ستة أيام وفي اليوم السابع ربنا شو سوى؟ ارتاح. فلذلك هذا شو بيأكد عليه؟ بأنه اليوم هو حرفي، هو ما جاء في سفر الخروج الإصحاح 20 لما ربنا أوصى الشعب من خلال موسى بأنه يذكروا أي يوم؟ يوم الراحة. يوم الراحة إيش هو؟ السبت، اللي هو اليوم السابع، لأنه بتحكي الآية لأنه في ستة أيام قد خلق الله الكون وفي اليوم السابع إيش؟ استراح. فلذلك إحنا لما بنتكلم عن أيام الخلق فنحن بنتكلم عن أيام حقيقية. لذلك ما نجي نحط الكتاب المقدس ونخضعه زي ما حكينا للعلوم، فلنترك الاكتشافات العلمية هي إلها دور بأنها تحدد لنا أعمار الأحافير وإلى آخره، واللي من خلال العلوم زي ما راح نشوف لبعدين، ونحن بنعمة ربنا لازم يكون في محاضرة عن العلم والكتاب المقدس لحتى نأكد على حقيقة مهمة بأنه الكتاب المقدس هو كلام الله الصادق كتب بإلهام إيش؟ الروح القدس. فبالتالي هذا الشغل الثاني بنلاحظ أيضا بالإصحاح الأول من سفر التكوين، بأنه هذا الإصحاح هو إصحاح ليتورجي. فعشان هيك هذا الإصحاح لما يجي واحد من خارج الكنيسة ويجي يسألنا فيه، ما فيش شيء اسمه ليتورجيا؟ لا، من أول إصحاح في الكتاب المقدس بنشوف إنه في ليتورجي، في شعر، في ليتورجي. هاي الليتورجي من وين نعرفها؟ لما يحكي فكان مساء وكان إيش؟ صباح، يوما واحد. هلا
ليش بلش في المساء؟ غروب. غروب. برافو. فبالتالي لما بلش في المساء معناته عند اليهود هذا بيسموه يوم ليتورجي جديد، يعني من الغروب يعتبر يوم جديد. وكان مساء وكان صباح، وكانوا بالصباح يبكرون إلى هيكل الله والسحري. نحن بالكنيسة أيضا يوم المساء صلاة الغروب بتكون يوم جديد، والصبح بيكون في عندنا القداس الإلهي وصلاة السحر. طيب هلا بدنا نشوف هذا متطور، نبلش نقرأ مع بعض بالإصحاح الأول من سفر التكوين، نقرأ اليوم الأول. من بحب القرآن؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض مخبتة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يروح على وجه المياه، وقال الله ليكن نورا فكان نورا، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباحا يوما واحدا. يعطيك العافية. الآن إحنا إذا بدنا نفسر كلمة كلمة زي ما حكينا حنقعد لبكرة، إذا بدكم نقعد لبكرة. زي القديس بولس لما قاعد يوعظ الصبح، تحبوا هيك؟ قال في الكلمة الأولى في البدء خلق الله السماوات والأرض. القديس باسيليوس الكبير شو بيقول على كلمة البدء؟ بيقول أنه من العدم أصبح هناك البدء، فإنه خلقت السماوات والأرض. لذلك كلمة في البدء بتشير باللغة العبرية برشيت، تشير إلى أنه منذ ما الله أراد بمحبته أن يخلق هذا الكون خلقه من العدم. لذلك الكتاب المقدس أيضا شو بيقول؟ أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي إيش؟ صنع يديك. فلذلك هنا بيتكلم عن البدء أنه من العدم. الآن في عندنا كلمة مرادفة وهي في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند مين؟ وكان الكلمة الله في يوحنا 1:1. هنا كلمة في البدء لا تشير بأنه الله الكلمة كان في وقت لم يكن فيه موجودا، ولكن هنا أيضا هاي الكلمة هي في اليوناني إنارخي، يعني أنه منذ الأزل الله موجود. لذلك قال عنه دانيال النبي أنه بداءة الأيام، أي أنه منذ الأزل. فلذلك كلمة البدء تحمل في طياتها معاني عديدة. في المعنى اللي موجود أمامنا في هاي الآية أنه من العدم قد أوجد كل شيء، يعني الله أوجد كل شيء من العدم، وهذا هو إيمان. خلق الله، الآن بالعربي موجود الله شيء، ولكن باللغة العبرية برشيت برا إلهيم إتها شمايم وإتها أرض. برشيت برا إلهيم، إلهيم هي كلمة عبرية تعني الله، ولكن منلاحظ إنها جاءت بصيغة الجمع، من جمع من إله، وإلهيم الياء والميم هي عند اليهود جمع. فهذا بالنسبة لنحن كمسيحيين بيأكد على حقيقة إيماننا بالثالوث القدوس، الآب وإيش؟ والابن والروح القدس، الواحد في الجوهر والمثلث الأقانيم. فلذلك منشوف بأنه من الذي خلق العالم؟ الله. الله إيش؟ الآب والابن والروح القدس هو الذي خلق العالم. لذلك منشوف أنه استخدم كلمة إلهيم. الآن ممكن يجي البعض بيقول لك تمام هذا أسلوب تفخيم،
فكيف بدنا نرد عليه؟ بكل بساطة نحن منرد عليه بأنه أولا الله لا يعظم ذاته وإلا أصبح متكبر شيء؟ يعني ربنا ما رح يجي عظم ذاته يقول إلهيم. الشغل الثاني بأنه باليهودية صيغة الجمع ما في ما بيستخدموا زينا بالعربي حضرتكم، لكن عند اليهود صيغة الجمع لا تستعمل للاحترام، وبالتالي هون بأكدنا على حقيقة بأنه الله الواحد في الجوهر والمثلث الأقانيم هو اللي خلق إيش العالم. واضح؟ لذلك كيف بدنا نتأكد من هذا الكلام؟ الباب عم بيفتح بيتسكر يعني. بلاش من التصوير. افتحوا تركز على كل شيء. فبالتالي هذا كيف بيأكد لنا إنه الثالوث القدوس هو الخالق؟ إذا منروح لعبرانيين، إذا بتفتح على رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين الإصحاح الأول، هنشوف بأنه الإبن خالق. عبرانيين واحد، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء القديم. يلا شوف مين بدي يكون أسرع. عبرانيين الإصحاح الأول من العدد الأول. أيوة تفضل اقرأ حبيبي. أيوة من أول آية الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع موضوع كثيرة. كمل. تكلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. برافو. الذي به إيش؟ أيضا عمل العالمين. طيب وصلت للعبرانية عشان نفتحها على التليفون. برافو. فإذا بنلاحظ إنه الابن عمل به إيش؟ العالمين. من هم العالمين؟ السماوات والأرض. العالمين. 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 نعم. اللي هم السماء والأرض. الذي به عمل العالمين. تمام؟ الآن شو بيأكد لنا إنه أيضاً الله الكلمة هو خالق؟ لما نروح لإنجيل يوحنا الإصحاح الأول. الذي به كل شيء كان وبه لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، كانت نورا للناس، والنور أضاء الظلمة والظلمة تعيش لم تدركه. طيب إذا هنا أكدنا أن الإبن خالق. طيب بدنا نشوف الروح القدس حتى ما أضيع وقتكم. الروح القدس لما نقرأ بصلاة الغروب ترسل روحك فيخلقون وتجدد إيش؟ وجه الأرض. فإذا منشوف شايفين كدش العمق اللاهوتي اللي موجود في هاي الآية بأنه الله الواحد المثلث الأقانيم هو خالق إيش؟ السماء والأرض. وكانت الأرض إيش مالها؟ خربة وخربة. طبعا القديس باسيليوس بيقول ليش ربنا ما خلق الأرض كاملة؟ لأنه الإنسان ما كانش موجود لسه. لما إحنا نتكلم هلا في اليوم الأول الإنسان إمتى وجد؟ في السادس. فبالتالي لم يكن الإنسان موجودا، وبالتالي الله بده يجهز كل شيء لأجل مين؟ الإنسان. وبعدين شو بيجي بعديها؟ وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر إيش؟ ظلمة. الآن هون الآباء القديسين بيجوا بيتعمقوا بالفكر الروحي إنه في عنا غمر، في عنا مية، وفي عنا ظلام. شيء الظلمة تشير إلى إيش؟ الخطيئة والشر، ولكن المية تشير إلى المعمودية.
والخير. فلذلك الآباء القديسين زي القديس أمبروسيوس شو بيقول؟ بأنه الله رتب للمعمودية منذ بداية الخليقة، لما قال وروح الله يرف على وجه المياه، أي أن الروح القدس من منذ ما بلشت الخليقة كان إيش؟ يرف على وجه المياه. فبالتالي منشوف بأن الروح القدس من يوم ما بلشت الخليقة، هنا أشار الرب إلى أنه رح يكون في معمودية. وبالتالي منشوف قديش هذا الإشي مهم جدا لما نربط الأمور هاي بالأمور الروحانية. وقال الله فيهي أور، ليكن نور، فكان إيش؟ نور. طب ليش ما حكى فليكن نور وظلمة؟ ولاحظوا كيف لما بدنا احنا نتعمق ونشوف كيف الآباء كان يفسروا. ها؟ هو هي كانت ظلمة بعدين؟ لحظة شو؟ قال الله ليكن إيش؟ نور. طب ليش ما حكى ليكن نور فظلم؟ خليه يكون في ترتيب. مزبوط؟ لأنه الله هو النور الحقيقي. وبالتالي النور يشير إلى الخير، وربنا هو خالق إيش؟ الخير. وبالتالي الظلمة هي غياب شو؟ النور. كمان مرة، النور بيشير إلى الخير، شيك؟ فالنور هو مصدر السعادة للإنسان، وربنا هو النور، كان هو النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان إيش؟ آتيا إلى العالم. فبالتالي هو النور. الآن غاب النور، شو صار عندنا؟ ظلام. لذلك نحن نؤمن بأنه ربنا خالق الصلاح، غياب الخير شو بيجي فيه؟ شر. لذلك الظلام هو نتيجة غياب النور، كما أنه الخير أن الشر هو نتيجة غياب الخير، وبأن المرض هو نتيجة غياب إيش؟ الصحة. فلذلك منشوف أنه ربنا ركز على النور ليأكد لنا حقيقة بأنه الله هو خالق هذا النور. وبعدين بيكمل وبيقول وفصل الله بين إيش؟ النور والظلم. وهنا إحنا بنفهم بأنه الله يفصل ما بين الخطيئة وما بين إيش؟ الفضيلة. يعني نحن مدعوين إنه نحن نكون أبناء النور. لذلك الرب يسوع شو بيقول؟ أنتم نور إيش؟ العالم. وأنتم أيضا إيش؟ ملح الأرض. فبالتالي نحن مدعوين أن نكون نور حتى نحن ننفصل عن الظلام اللي هو الشر واللي هو الخطيئة. فبالتالي بنشوف بأنه هون في فصل ما بين النور والظلام. ودعا الله النور إيش؟ نهار. والظلمة دعاها ليلا. فلذلك بنشوف بأنه بيختم فكان مساء أعقبه صباح يوما واحدا. فيه عارف يعني فكان مساء، فيه فوكر يوم أحد يعني يوما واحدا. وهون بنشوف المعنى الروحي بأنه الله في المساء، نعم ممكن احنا نخطئ، ولكن بيجي عندنا الصباح وهو النور الحقيقي اللي هو ربنا وإلهنا ومخلصنا من يسوع المسيح له كل المجد. طبعا احنا كم معنا وقت اخو شكري؟ ساعة سبعة ان شاء الله. يعني لأي ساعة؟ قد ما بتقدر. سبعة عشر يعني قلنا للثمانية إلا منيح أكثر؟ سبعة ونص. سبعة ونص كمان ثلاث ساعة. طيب حنأخذ كمان يوم وبعدين نوقف، إلا إذا أنتوا حابين نكمل بنكمل. تمام؟ ها؟ سبعة ونص منيح؟ طيب مين يقرأ لليوم الثاني؟ وقال الله ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلا بين مياه ومياه
فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد وكان كذلك. تمام، خلينا نوقف. ايش يعني الجلد؟ هو الجلد بيحكوا الاباء السماء اللي فوق ده. الجلد السماء اللي فوق يعني الطيور اللي فيها الطيور. لذلك منشوف ان هي بتفصل ما بين السماء يعني ما بين فوق وبين المياه. لذلك كان عند بالفكر اليهودي، احنا بدنا نقرا الكتاب المقدس قلنا بما كان المجتمع يفهم. بالفكر اليهودي كان في عندهم ثلاث سماوات، السماء اللي فوق ده سماء الطيور، بعدين السماء اللي بعديها اللي فيها الكواكب، وبعدين سماء السماوات اللي فيها عرش الله. لذلك لما كان في المزمور شو بيقول؟ سبحيه يا سماء السماوات، هشمام هشماء هشميم، سماء السماوات. فلذلك منشوف بأنه في هذا الجلد اللي بيفصل ما بين إيش؟ السماء وما بين الأرض. وهذا بيأكد لنا على حقيقة العلامة أوريجانس بيقول بأنه الجلد هذا هو بيفصل ما بين العالم الروحاني والعالم الأرضي. ونحن مدعوين كأبناء النعمة بأنه إحنا نكون أبناء الملكوت ما نكون أبناء الأرض. لذلك دعوتنا دائما أن ننظر إلى فوق، يعني أنه إحنا تكون نظرتنا دائما لملكوت السماوات، ما تكون نظرتنا لتحت للأرض. لذلك نحن في فاصل، ولكن هذا الجلد الآباء بيقولولنا قد ذهب. طبعا احنا بنحكي من ناحية روحية بمجيء المسيح، لأنه هاي الجلد اللي بيمثل الخطية هو كان فاصل ما بيني وبين الله، ولكن بمجيء المسيح قد انفتحت أبواب إيش؟ الفردوس. فلذلك هنا بنتكلم عن إنه ربنا كيف بهندسة عظيمة صمم هذا الشيء، صمم وعمل هذا الفصل العظيم. كمل لو سمحتي. فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد. تمام. وفصل بين المياه التي إيش؟ تحت الجلد والتي فوق الجلد. الآباء القديسين بيقول اللي فوق الجلد اللي هي السحاب، لأنه فعلا إذا نعرف زي ما بنعرف إنه السحاب بتكون نتيجة تبخر المياه شيء، فبيطلع لفوق وبيصير عندنا السحب. فبالتالي هاي السحب هي ترمز إلى أنه نحن زي ما حكينا لازم نرتقي لفوق. لذلك لاحظوا كيف الرابط العجيب، لذلك المسيح سوف يأتي على إيش؟ على السحاب. هو ذا يأتي مع السحاب في سفر الرؤيا، وستنظره كل إيش؟ والذين طعنوه، وستنوح عليه جميع قبائل الأرض. لذلك ماذا تمثل السحابة؟ تمثل كمان القديسين. لذلك في العبرانيين بيقول ولنا سحابة من الشهود. فلاحظوا قديش كلمة السحابة الآباء كمان أسهب فيها. فبالتالي هذا الإشي شو بيأكد لنا؟ بيأكد لنا أنه نحن لازم نحن نكون سحاب. احنا كلنا مدعوين ان نكون قديسين. والمياه التي تحت الجلد تمثل الخطيئه، وبالتالي نحن هل يا ترى بدنا نكون ابناء خطيئه ولا ابناء النعمه؟ دائما هذا السؤال اللي لازم نسال فيه حالنا. اللي بعده. ودع الله الجلد سماء وكان مساء وكان صباحا يوم الثاني. إذا ما يؤكد إنه الجلد سماء إنه الله دعاها إيش؟ سماء. فلاحظوا قديش إنه ربنا حكيم وعمل هذا التصميم الرائع والتصميم العظيم جدا، واللي بيأكد لنا على حقيقة إنه الله هو خالق هذا العالم وخالقه بحكمة. لذلك كلها بحكمة صنعت.
وأيضا لذلك بنشوف بين السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل إيش يديه. تمام، نأخذ يوم آخر وخلاص. تمام، اليوم اللي بعده لو سمحتي. وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد فلتطهر اليابسة. إذا منلاحظ هنا بأنه موسى بتعبير بسيط قال لتجتمع المياه إلى مكان واحد، وبالفعل إذا بنرجع للعلم، العلم بيقول أنه كل البحار الموجودة إلها أصل واحد، وبالتالي هي اجتمعت في مكان واحد وبلشت بفعل العمليات الجيولوجية وإلى آخره لتكون البحار. خصوصا أنه موسى لما كتب كانت في البحر الأحمر، بحر صوف اللي عبر منه اليهود الشعب الإسرائيلي، فلذلك بنشوف بأنه ربنا جمعها في مكان واحد وبلشت اليابسة إيش تظهر. فذلك كأنه بيحكي لنا أنه الله بفرجينا بحكمته بأنه هذا الكون فيه تناسق، فما نقدرش نفصل اليابسة عن المي. تخيلوا أنه إحنا حياتنا كلها مي، مش هتنفع. وتخيلوا أنه حياتنا بس يابسة فيش مي، كمان مش هينفع. كم لو سمحت. وكان كذلك ودعا الله اليابسة أرضا ومجتمع المياه دعاه بحارة ورأى الله ذلك أنه حسنا. تمام، وهنا بيستعمل كلمة فكان إيش كذلك، أي أنه بيأكد لنا زي ما قلنا على حقيقة أنه ربنا هو بكلمة منه كان يخلق كل شيء بكلمة قدرته. فلذلك دعا المجتمع المياه إيش ودعا إيش اليابسة أرض. فبالتالي هنا منبلش منلاحظ أنه اليابسة ظهرت والمياه كذلك الأمر ظهرت. اللي بعده سمحت. العفو، بس عندي سؤال، يعني بالبداية كانت الأرض كلها مياه أول مرة؟ لا، في البداية كانت الأرض مقفرة، يعني فورمس بسموها بالترجمة السمعية، يعني بفوضى مشوشة، يعني لسه بالأصل الأول. الآن هنا الكتاب المقدس بفرجينا كيف هاي الأرض ربنا صممها. يعني رح أعطيك مثال، الآن أنا عندي ليجو، لعبة الليجو. الآن لما أنا أجيبها للطفل هتكون مبعثر كل إشي في مكان، ولكن لما يجي هو يركبها هون ببين التصميم. فهل هذا ينفي لما الطفل يركب الليجو إنه ما كان في ليجو؟ لا. فنفس الإشي، الأرض كانت موجودة ولكن كانت بصورتها الأولية عشوائية. نعم، توهو وفوهو، يعني كانت مشوشة، يعني غير واضحة. بالضبط، هي كانت عبارة عن سديم بحسب العلم، بحسب نظرية البيج بانج ثيوري، نظرية الانفجار، إن الأرض بيقول لك كان عبارة عن مجموعة من الغازات، هاي الغازات ظلت تولع 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 حدث الانفجار. هذا يعني بعد هذا يعني احنا بنكتب الانفجار الاول اللي صار بدايه الكون. بالضبط، احنا هون بالكتاب المقدس ما قلنا بنركز على انه الله هو الخالق. نعم، هو الخالق لهذا الكون. نكمل لو سمحتي. وقال الله تدبر الارض حشبا وبقلا يبذر بذرا وشجره ذات ثمر يعمل ثمرا كجنسه. لاحظوا هون التناسق، العشب وإيش والبذور، ها، والشجر بيثمروا كله بجنسه. لاحظوا إنه الخير زمان كان موجود، لكن هلا لأنه صارت في أيادي بشر صار التفاح يهجمون، صارت الأشياء كلها تتهجم. فلاحظوا قديش الله برع. وهنا بنأخذها من ناحية روحية، لما الله فصل، يعني إحنا أبناء هذا الكنيسة المقدسة نحن مفصولين عن الخطيئة، وبالتالي الله عمل الأثمار شيء، وإحنا لازم نكون ثمر لكي يدوم ثمره. لازم إحنا نكون ثمر حقيقي وإناء مختار حقيقي
لربنا وإلهنا ومخلصنا من يسوع المسيح. فلاحظوا احنا بنقرا، شايفين كيف بنفسر، بنقرا العهد القديم في ضوء الجديد. نقرا ايش؟ العهد القديم في ضوء الجديد. تمام، كمل. وكان كذلك فاخرجت الارض عشبا وبقرا يبصر بزرا كجنسه، وشجرا يعمل ثمرا بزرا فيه كجنسه، وراى الله ذلك انه حسنا، وكان مساء وكان صباحا يوما ثالثا. اذا بنلاحظ بانه بمجرد ما الله اراد هذا الشيء فحصل بالفعل، وبلشت الاثمار تثمر والبذور تبذر والى اخره. وراى الله ان هذا حسن، بالعبري توف. توف يعني حسن، يعني جيد، يعني شيء منيح مقبول. وهنا بياكد لنا على حقيقه بانه الامور الالهيه لما تشتغل في الطبيعه بتعطي الاشي ثمر والخير تاعه، ولكن لما يتدخل اياد البشر هون الكارثه احباء. فلذلك ايضا بحياتنا الروحيه لما الروح القدس يدخل في قلبنا وعمل الروح القدس نحن نصير هيكل الروح، فربنا رح يثمر فينا، رح يكون في ثمر لنا، نبذر بذرا كجنسه، فبالتالي الناس تشوف فينا المسيح، ان احنا نكون ثمر حقيقي للسيد المسيح. بنلاحظ هنا انه لما حكينا زي ما سالت في المره الماضيه ليش ربنا ما جاء اعتبره يوم، لانه هون بنلاحظ التنسيق العظيم ما بين لما ربنا فصل بين المياه واليابسه ولما بلشت النباتات تنبت وكيف المياه هي كانت تسقي النباتات. فبنلاحظ انه هون بنشوف العمل العظيم ما بين العناصر الكونية اللي ربنا أوجدها في حياتنا. وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا. وهنا نحن بنوقف. ربنا يبارككم ويعطيكم كل نعمة وبركة، لإلهنا كل مجد وكرم.